هل يجوز لزوجتي طلب الطلاق إرادة أمها إرضاء لأمها؟ وإذا رفضت يعني إذا طلبت الأم من ابنتها أن تطلق هل تطيعها؟ لا يلزم أن تطيعها إلا إذا كانت هناك أسباب أبدتها الأم تدعو إلى الطلاق. أما إذا كانت حالتها مع زوجها سوية فليس للأم أن ليس لها أن تطيع أمها في طلب الفراق.